اللهم صيبا نافعا. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل المطر، كان يدعو بهذا الدعاء، وأحيانا يقول رحمة، لأنها رحمة الله التي ينشرها على خلقه، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. المطر ويسمى الغيث ويسمى الصيب ويسمى الرحمة، هذه آية من آيات الله عز وجل التي يريها عباده في الأرض. يصف الله عز وجل في القرآن كيف يأتي هذا المطر ومن أين ينزل وكيف يتكون قبل أن يتكلم علماء الأرض، فإن القرآن تكلم بهذا. وهو الذي يرسل الرياح، لولا الرياح ما تكونت السحب وما اجتمعت السحب وما تراكمت تلك السحب بعضها فوق بعض فأدت إلى هذه الأمطار. وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. ما أحلى تلك السحب التي تتراكم في السماء، سحب سوداء وأخرى حمراء وهذه بيضاء، ما أجمل منظرها إذا تجمعت كالقطن الذي ينتشر في تلك السماء. إنه الجمال الذي يرسم في ذلك الكون فتنزل منه قطرات المطر. وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. سبحان ربي، يأتي السحاب فينتشر في الأرض فينزل على هذه المنطقة ولا ينزل على هذه، ينزل على تلك القرية ويدع هذه، من الذي يشاء؟ فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل المطر حسر عن رأسه، كشف رأسه ونزل تحت المطر ليسأل لما هذا يا رسول الله، فيقول هذا حديث عهد بربه، هذا نزل من السماء هذا الماء المبارك. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. إنه المطر، إنه الغيث، إنه الماء المبارك الذي ينزله الله عز وجل من السماء. لولا هذا المطر الذي ترون ما بقيت حياة على وجه الأرض.